فيدرال شيشي محاربة، يعني بينقطع الخوف وحتى الخجل. يعني بصير الواحد بده بس كيف ينقذ حاله أو ينقذ أولاده من يعني بصير عندك جرأة ما بتقولي تحسي حالك إنه أنت ست إلى الخصوصية. بعدين كان يعني في دكاترة الناس يحبوا بعض. يعني أنا شخصيا من عندي عمري ما فكرت وأنا بحالة حال إنه أنا ست ولازم احافظ اني ست. تحرر المرأة اكتسابيا اساس كل شيء، اساس كل شيء. عمرت من ولا شيء بالخمسين ليرة والمية ليرة والمتين وخمسين بلشت عمر والحمد لله. بس اذا كان عندك استقلال مالي انت بتشتغلي وبتصرفي على حالك وبدك تتحملي كل الاضطهاد والظلم. اذا عندك استقلال مالي بتقدر تقولي لا